تحدث عن عدد كبير من الموظفين تعينوا عام 2019 بشركة الصخرة للاستشارات الأمنية، وانتهى العقد معهم بعد مضي 5 سنوات. وحتى نتابع هذا الموضوع أكثر بنرحب بالعميد المتقاعد المهندس خالد الشوبكي، مدير عام شركة الصخرة للخدمات والاستشارات الأمنية. مهندس خالد صباح الخير. صباح الفل، هلا سيدنا، هلا حبيبي. يا هلا بيك زياد صالح، مرحبا بيك يا زياد. يسعد صباحك استاذنا، الله يطول عمرك. يعني الاخ العميد المتقاعد مهندس خالد الشوبكي بسمعك، عدنا بشكل سريع الملاحظه اللي اعطيتنا اياها اذا سمحت. سيدي احنا اول شيء من نصبح عليكم الجميع ونصبح على برنامج محمد الوكيل اللي يحبه كل الاردنيين. من خلالكم سيدي اسمح لي اني ارحب واصبح على جلال سيدنا الله يطول عمره ولي عهده الامين. سيدي احنا دخلنا شركه الصخره ب 19/3/2019، اخذنا دوره مدتها 3 شهور. نعم 3 شهور كانت مكثفه من امن حمايه الشخصيات والرمايات ومتعدد وامن المنشات. نعم فب 1/7/2019 تم عقد او توقيع اول عقد لنا. نعم من بعد 1/7 كل سنه كنا نجدد عقد، وكأننا نسألهم عن الأمان الوظيفي قالوا لنا أنتوا ألكوا أمان وظيفي أكثر من العسكريين العاملين. نعم هذا حكي المندوب العسكري كان في هذاك اليوم ملحق من القيادة العامة أو ضابط ارتباط ما بين الشركة والقيادة العامة للقوات المسلحة. نعم نعم ومن هذاك التاريخ سيدي وإحنا منوقع كل سنة عقد. يعني وضحت الصورة زياد. مرة ثانية خلينا نرحب بالعميد المتقاعد المهندس خالد الشوبكي، مدير عام شركة الصخرة للخدمات والاستشارات الأمنية. وقبل ما تجاوب أخي خالد بدي أؤكد وأشكركم جزيل الشكر في الشركة وحضرتك تحديدا، اللي من امبارح بعد ما حكى زيادة تواصلتوا معنا واستعديتوا للرد وقلتوا احنا جاهزين، يعني من حق اللي بيتصلوا معكم ان نطلع نوضح لهم الامور. نوضح اذا سمحت. نعم سيدي. يا سيدي بارك الله فيك وشكرا لك. بالبداية بحب باسمي وباسم كافة موظفي شركة الصخرة اني هني جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الامين وجميع الاسر الهاشمية بولادة سمو الاميرة ايمان، سأل المولى ان يحفظها ويرعاها انه سميع مجيب الدعاء. وكما انتهز هاي الفرصه سيدي لاشكرك ابا هيثم على وانت والطاقم الموجود معك في هذا البرنامج المتالق اللي بكل صدق وبكل شفافيه تتابع هموم المواطن الاردني، فاشكرك جزيل الشكر على ذلك. الله يبارك. سيدي انشئت شركه الصخره بتوجيهات ملكيه ساميه عليا، هدفها رفعه المتقاعد العسكري بعد ان شعر اصحاب القرار بان هناك في اجحاف حقيقه من قبل بعض الشركات الأمنية بخصوص المتقاعد الحي العسكري من حيث الرواتب ومشاركته في الضمان الاجتماعي والتقيد بقانون العمل والعمال. فكانت الفكرة بأنه أول شيء التركيز على المواقع الحساسة والاستراتيجية والحيوية في المملكة وحماية هذه المواقع واختيار النخبة وفي كراتيريا معينة للأشخاص من حيث العمر، من حيث الحالة الصحية، من حيث الحالة الجسدية للشخص لحماية هاي المواقع. وأعطيت رواتب مجزية جدا مقارنة مع الشركات تصل تقريبا ل 190 دينار زيادة عن المينيموم ويج اللي يعطى للعمال بهذا المجال. نعم. تسعى هي الشركة من البداية هدفها الرئيسي خدمة وإفادة أكبر عدد ممكن من المتقاعدين. وبالتالي العقود تبعها سنوية كل سنة قبل شهر ونص، وبحسب قانون العمل العمال قبل شهر، احنا قبل شهر ونص بنبلغ الناس انه سينتهي عقدك بهاي الفترة. بالفترة هاي منقيم الموظف، منشوفه، منشوف تقاريره، منشوف اداؤه وتقيده، وبالتالي معظمهم 90% منهم من جدد عقودهم. الاخوان الموجودين اللي صار لهم 5 سنوات، هاي اول شيء ال5 سنوات اللي اتاحت اكبر فرصة للي بنتظروا. بعدين هذول لولا انهم كانوا متميزين ومنضبطين ما قعدوا ال5 سنوات حقيقة، لانه التقييم تبعنا احنا متواصل على مدار السنة. نعم. فهنهم اشخاص بلا شك اشخاص منضبطين ومتقيدين وما شاء الله عليهم. لكن قضية صارت قضيتين، قضية انه في هناك ينتظر ناس تنتظر بالالاف ينتظروا التعيين. احنا عندنا تحديد الامر، في ناس منهم لانه احنا مش بسهولة بقدر اخذ انا عقود لانه الرواتب عالية، وبالتالي العقود بسيطة بقدر أوظف مثلا حوالي 300-200 سنويا، فاللي بنتظروا أعدادهم كبيرة وبتروح عليهم
احتمالية أنه يتوظفوا نتيجة للانتظار هذا. فما بقدر أنا أخلي الإخوان الموجودين أكثر من 5 سنوات، وهي تعليمات الشركة من 2021 حقيقة. نعم نعم. فبالتالي هذا الهدف. هسه المشكلة عندنا، أنا من خلالك حقيقة أنا بدي أوجه خطاب للإخوان اللي 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 بت اللي هسه معتصمين وبحرضوا على الاعتصام، إنه يا إخوان صاركوا أنتوا 5 سنوات تعملوا بهذه الشركة، وإحنا بذلنا كافة الجهود إنه نعطيكم حقوقكم 100% من الأشخاص مسجلين في الضمان الاجتماعي، قوانين العمل من العمال بحذافيرها. الشركة بعض الشركات بتعطي عقود لمدة شهر مشان أي وقت تطلع الموظف دون أي تعويضات. إحنا كل الفترة هاي حاولنا جهدنا عشان صندوق تكافل مشان الموظفين لما يصير معه حالة لا سمح الله لنساعده. فعملنا كل الجهود حقيقة، وإحنا غير ربحيين. إحنا مملوكين للأجهزة الأمنية بالقيادة العامة والأمن العام، وبالتالي ليست هدفنا ولا توجهنا ربحي. نعم. المواقع يا أخوان اللي بتحرصوها الآن مواقع حساسة ومواقع استراتيجية وحيوية. رجاء رجاء يعني أنتوا لو بدكوا تحطوا اللوم على الشركة، نعم، لكن المواقع اللي بتحرصوها ديروا بالكوا عليها، هاي يعني مقدرات البلد. نعم. فبالتالي أنا متأكد أنه المتقاعد العسكري عنده الحس الأمني وعنده الانضباطية بحيث أنه يراعي أنه هاي المقدرات البلد لازم يحافظ عليها. وسيدي يعني احنا بالنسبة للاخوان الثانيين المتآزرين معهم، احنا منقولهم انه يا اخي ان 5 سنوات فترة ممتازة، لانه المتقاعد العسكري لما انشئت هاي الشركة لخدمة المتقاعد العسكري لفترة معينة، لما يتقاعد الشخص بكون في حاجة لفترة، ممكن يكونوا اطفاله وبلغوا من العمر بحيث انه بدهم يدخلوا الجامعات في على التزامات. ف5 سنوات فترة كافية. غير هيك سيدي اللي بتم إنهاء خدماتهم فقط عدد محدود جدا، تقريبا سنويا العدد راح يكون ما بين 100 و150 اللي بكمل ال5 سنوات. بالمناسبة قديش عدد الموظفين بالشركة؟ الموظفين حوالي 1340 واحد سيدي، لأنه بتعرف يوميا بيصير في تحركات أو استقالات أو يعني بيصير في عنا، لكن نعم. العدد 1340 واحد. نعم سيدي. والله اللي تفضلت فيه يعني كلام جميل وكلام رائع، وانه انتو المتقاعد العسكري يعني يشتغل معكم 5 سنوات يعني كويسات. وانا اللي فهمته من حضرتك انه يعني المدة 5 سنوات لانه بتكون ضلكوا تجددوا من اخواننا المتقاعدين العسكريين، تعطوهم الفرص تباعا بشكل عام. نعم سيدي 100% حاليا في عندي 150 واحد جهزتهم دورة، وهذول مستعدين لإحلال الإخوان اللي بدهم يطلعوا، اللي عندهم حوالي 140 واحد لغاية نهاية السنة. نعم. الشهر هذا فقط 24 واحد 24 شخص اللي تم إنهائهم ب31/7. نعم. فبالتالي يعني هاي الأمور من الآن فصاعدا كل فترة راح يكمل الناس ال5 سنوات، يعني بده يصير عملية إحلال متواصلة. صحيح. يعني احنا حبينا حضرتك اخونا العميد المتقاعد المهندس خالد الشوبكي مدير عام شركة الصخرة للخدمات والاستشارات الامنية، حبينا انه يعني تعطي هذا التوضيح من خلال برنامج الوكيل على الهواء مباشرة للاخوان، وقدرنا نعرف اول شيء. يعني انا ركزت كثير من خلال الحديث حضرتك على انه هي شركة غير ربحية 100% سيدي 100%، والهدف منها بانه تعطوا فرص لمدة 5 سنوات للمتقاعدين العسكريين، بعدين تردوا تعطوا فرص لآخرين. نعم سيدي 100%. وبعدين انت لاحظ انه التعليمات حتى الأجهزة الأمنية صعب انه الإنسان يتوظف أكثر من 5 سنوات بعد التقاعد، لأنه هذول الأعداد بتعرف المتقاعدين العسكريين العدد يتراوح بين حوالي 180 ل 200 ألف واحد. نعم. وهذول بتعرف في منهم كثير بيشتغل في مواقع حقيقة، مواقع يعني يدفعوا له المينيمم ويج له 260 دينار، هذول بروحهم معظمهم مواصلات ودخان وانت عارف. فبالتالي يعني هذا المتقاعد العسكري بنتظر، وإله الحق كمان إنه يكون عنده أمل بالتوظيف بهاي الشركة. صحيح. يعني أشكرك على التوضيح، شكرا على سرعة الاستجابة مبارح مباشرة، يعني كنت مستعد حتى تجاوب أخونا زياد صالح بن ياسين وزملائه. نشكرك مرة ثانية المهندس خالد الشوبكي العميد المتقاعد خالد الشوبكي مدير عام شركة صخرة للخدمات والاستشارات الأمنية، والشكر موصول لأخونا زياد صالح بن ياسين. بارك الله فيك، وشكرا لك على هذا البرنامج المتألق سيدي ولجميع طاقمك. حياكم الله.